حنقطع تسلسل المذكرات لانه حصل شيء مهم امس وقلت يعني ابغى اتكلم عنه وانزله في نفس اليوم، اللي هو امس توفى صديقنا واخونا حمزه اسكندر، وحسيت انه في ثلاث نقاط حابب اذكرها في القناه. الاولى انه حمزه اسكندر رحمه الله عليه ما توفى من السرطان، رغم انه هو عرف بانه هو محارب السرطان وله تاريخه يعني مع السرطان، لكن يبدو يعني لسه ما هي واضحه ليه. في ناس بيذكروا انه قد يكون سبب اهمال طبي او تاخر، بس هذه حننتظر من المستشفى نفسه يسوي تحقيقاته ويرجع بالنتيجه. اعتقد حق مشروع للناس ومحبينه يعرفوا ايش صار بالتفصيل. لكن اللي يهمني او اللي لفت انتباهي انه هو كمحارب للسرطان نقدر نقول انه فاز اصلا، لانه احنا نموت، كلنا نموت في الاخير في وقت اللي المفروض نموت فيه، يعني وقت ما هو مكتوب لنا. اللي يجي له سرطان عادة هدفك انك انت تحارب السرطان، ما تبغى تموت من السرطان، صح؟ ولكن اكيد حنموت بطرق اخرى. فقد يكون في فهم عند كثير من الناس انه اوه محارب السرطان توفى الله يرحمه، فيفترضوا انه يعني هزم من السرطان. لا بالعكس، نعتقد انه هذا نصر، فاز، لانه سبب الوفاه كان شيء اخر. النقطة الثانية انه نحن جميعا تفاعلنا، جميعا بنكتب ادعيه في السوشيال ميديا. انا اعتقد ادعيه السوشيال ميديا اللي الناس تكتبوها في السوشيال ميديا هي ما هي ادعيه، اكثر من تعبير عن النفس. يعني انا بعبر عن حزني، ابعبر عن حبي، ابعبر عن تفاعلي مع القضيه، فاروح اكتب الدعاء. لكن عن جد خلينا ندعي له في ظهر الغيب، مش في السوشيال ميديا. مو غلط اللي بيكتب في السوشيال ميديا، بالعكس مو غلط ومقبول جدا وجميل وتذكير. ولا ننسى هذا لي نسينا انه اكشولي في حقيقه في صلاتنا، في سفرنا، في مواقفنا المختلفه، سواء ندعي له او حتى نتصدق عنه او نقوم باعمال طيبه له. وثالثا اتذكر زمان قرات كتاب يقول لك زمان قرات كتاب يتكلم عن القدوه، فيقول لك ما يكون عندك قدوه، تحصل قدوتك في ناس كثير. يعني في فلان آدمي هو قدوتي في الالتزام، فلان آدمي قدوتي في العمل، فلان آدمي. فأنا بالنسبة لي كان مثير للاهتمام إنه شخص أصغر مني سنا لكن فعلا كان بالنسبة لي قدوة، لقد إيش هو كان ما يشتكي، يحق له أي شخص عنده مرض يعني مزمن أو مرض شديد مثل السرطان، وهو عنده كمان كان عيب الخلق اللي في القلب، يحق اذا اشتكى. ترى ما هي مشكله، مو غلط اذا اشتكى، اذا انت عندك مرض معين وحاب تشتكي لاصحابك او الناس اللي تحبهم بشكل عام في السوشيال ميديا حقك. هو كان ما يشتكي، وكان فوق ده دائما تشوفه مبسوط ومبتسم، فين ما تروح تشوفه مبسوط ومبتسم. يعني تحس انك تبغى تمسك واحد صغير تقول له شوف كيف هذا يعامل اخته، انت المفروض تعامل اختك كده. فرصه انه نذكر انه يمديك يكون عندك شخص قدوه حتى لو كان اصغر منك، ومو لازم يكون بشكل متكامل لكن في نقطه معينه. بالنسبة لي اللي أنا خرجت منه بهذا الحدث، أعتقد دائما هحاول أكون بنفس الطاقة الإيجابية، ودائما هحاول أساعد الناس اقتداء بحمزة، والأجر إن شاء الله يروح لحمزة، وأتمنى نحن جميعا نتعلم هذا الدرس. تاني مرة، مو غلط إذا أنت شخص حابب يشتكي أو يعبر عن شيء سلبي بيصير في حياتك، مو غلط. لكن في ذا المثال الرهيب، كل ما أتذكر حمزة حأتذكره بهذه الطريقة، حأتذكره بإني أنا حأبتسم، أنا حنبسط، حأحس إني أبغى أروح أبسط ناس تانيين، أبغى أروح أخدم ناس تانيين. وبس، ونشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.